خلينا نروح لاخبار رياضه ستريت ورك اوت. امس في الاسكندريه انطلقت بطوله الاسكندريه لرياضه ستريت ورك اوت اللي بينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع بالتعاون مع كليه التربيه الرياضيه بنين جامعه الاسكندريه كاول بطولات المحافظه المؤهله لاولمبيات الشارع واللياقه البدنيه المقرر تنظيمها في مدينة الغردقة بإذن الله بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة أو شاب وفتاة. حضر افتتاح البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت ورك أوت وعدد من نجوم الرياضة المصرية أبرزهم البطل العالمي بيج رامي طبعا صاحب إنجاز الفوز ببطولة مستر أولمبيا 2020 والنجم كرم جابر بطل المصارعة الأولمبي طبعا بطل كبير جدا وعدد من الأبطال الأولمبيين المتأهلين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021. شارك في بطولة ستريت ورك أوت 20 لاعب وأدار فعاليات البطولة 6 حكام. وفي الحقيقة كان لينا الحظ كاميرا ملاعب الأبطال كانت متواجدة في بطولة الأسكندرية لرياضة ستريت ورك أوت. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع مرة ثانية نكمل مع حضراتكم. موضوع انا بعتبره في غايه الاهميه بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه وهي رياضه الشارع. احنا عندنا نوعين من الاستراتيجيه او الرؤى في وزاره الشباب والرياضه، تطوير رياضه البطوله او الاليت سبورت، ودي لينا رؤى كبيره جدا فيها على مدار سنوات طويله ببرامج وخطط ممنهجه وموثقه، وعملنا تحديث لاستراتيجيه وزاره الشباب والرياضه فيها لما بعد 2032. الجزء الثاني هو التنمية الرياضية، الرياضة للصحة، للقوام، للجسم السليم، الرياضة للتنمية الاجتماعية. علشان كده الوزارة بتستهدف إنشاء كيانات لخدمة هذه الرؤية، عشان كده بننشئ ما يسمى بالاتحادات النوعية، وده تمثل في رياضة الشارع واللياقة البدنية ستريت ورك أوت. وانا بعتبر الرياضة دي زي ما دايما بروح لكل مقابلات هلاقي هيصة وتجمع وشباب بيجرب وشباب بيحاول، لكن احنا هننشر في الفترة اللي جاية بإذن الله هذه الرياضات بشكل اكتر. كون ان يبقى في حدث النهاردة موجود وكون الاخبار اللي سمعناها ان دي ان الرياضة رياضة الشوارع دي هتخش جوه الجامعات دي هتخلي القاعدة اكبر بكتير ممارسين هذه الرياضة. مصر بقت النهاردة ترقص الاتحاد المصري والأفريقي لأول مرة، ده خبر يعني لسه وصل لنا حالا، فده شيء كويس جدا. الحقيقة احنا النهاردة بنقول للشباب انها لازم تتحرك، وجود واحد زي البيج رامي ووجود أبطالنا اللي موجودين دول هم نموذج عايزين الناس كلها تاخده في اعتبارهم ويسمعوا قصصهم، لأن كل واحد وراه قصة وكل قصة نجاح الحقيقة مشرفة لبلدنا دي، فان شاء الله يكون عندنا ابطال كتير جدا. دورنا الاهم ان احنا ندعم الشباب في الفتره اللي جايه دي. طبعا سعيد ان رياضه ستريت ورك اوت اللي احنا بدانا فيها كتيم كوسكواد انتشر بشكل كبير جدا. احنا في الفتره اللي جايه ان شاء الله هنكون في كل حته في مصر، احنا بس مستنيين ان شاء الله ناخد خطوه. خدنا خطوات في القاهره كبيره وان شاء الله النهارده في اسكندريه، ان شاء الله بكره في كل محافظات مصر. طبعا اللي انا شفته النهارده شيء كبير، ان احنا كل واحد في مكانه يلغي كلمه مستحيل، مش بس في الرياضه، كل واحد في مجاله يقدر ينجح ويبقى ستار قوي. اهم حاجه احنا عندنا نقطتين لازم نشتغل عليهم، كل واحد يلاقي يكتشف التالنت اللي جواه اللي يقدر يجتهد فيها ويبقى ستار فعلا، وتاني حاجه ان احنا نشتغل صبح ليل، الحلم ما يروحش مننا، نفضل نشتغل عليه، لان من غير احنا حماسنا وشغلنا عليه كل يوم طبعا هتقابلنا مليون الف مطب في حياتنا. فهي الفكره ان احنا نشتغل كل يوم عشان نحقق حاجه.